يا شباب 10 أسئلة طولنا قوي. الناس اللي دخلت عارفة اللي في شيت على الواتساب اتحل ولا ما يعرفوش؟ انا فاضل لي خلاص المستر في السؤال هنا اهو بحله. تمام. أنا خلصت خلاص يا مستر. تمام. عرفت أخطائك يا آدم؟ نعم عرفت أخطائك؟ عرفت ايه اللي هجيبوها. ماشي، احنا هنحل أصلا كده كده برضه هنشوفهم مع بعض. أنت كنت ماشي حلو أوي، جيت في الآخر سرحت. طيب معايا كده يا شباب، ده الشيت اللي هو المفروض اونلاين اللي احنا كنا هنحله، اللي حله واللي لسه بيحل بس بياخد باله معايا برضه يشوف هو حالل صح ولا لا. اول سؤال خالص بيسأل بيقول فو اير ام فرايتاج حضرتك قالت سو اير اللي هو الضمير مين؟ الضمير انتم، وهنا بيطالب مني تصريف الفيرب زاين، زاين يكون، واحنا حافظين زاين يكون مع اير بيبقى ايه؟ بيبقى زايد. تمام، اي اجابه غير دي تبقى ايه؟ خطأ. فاير بتاخد زايد، يبقى الاجابه هنا كانت زايد. تمام، حد عملها غير كده؟
مرة كنت عملتها است يا اسطى. طب ليه است؟ انت المفروض بتتصرف مع اير، فتفتكر كده تصريف زاين بن بيست است زند زايد. طب التقسيمة دي محطوطة بناء على ايه؟ بناء على الضمائر الشخصية. احنا المفروض حافظين بقى الترتيب بتاع الضمائر، هنا ايش بن دو بيست ار هو زي هي است فير نحن وزي هم وزي الكبيرة حضرتك بياخدوا زند وإير بتاخد زايد. فده تصريف الفيرب مين؟ الفيرب زاين، لازم تكون حافظه اللي هو بين بيست است زند زايد. هبقى عارف الترتيب بتاعه كده عشان لما اشوف الفاعل في الجملة زي إير ده يبقى التصريف بتاعه زايد. ده سؤال أصلا من الترم الأول. طيب فيا، قلنا لما نشوف فيار ده اهي اللي هي من للعاقل، فيار معناها من للعاقل. ففير هنا لما بشوفها ومفيش معاها فاعل في الجملة بقوم محدد انا الفاعل بتاعي كده بإر ده، يبقى انا هتعامل مع إر ده كتصريف، اصرف مع هو يعني، لكن انا مش هصرف مع كريم، انا هصرف مع إر، عشان الإجابة ممكن تكون كريم ممكن تكون جامع ممكن تكون مفرد، مش هتفرق مع الإجابة، ما ببصش على الإجابة، انا ببص على ايه فير نفسها، ففير اخد منها ايه الضمير عشان انا بسأل مين اللي كتب الإيميل. طيب هصرف مع إر، إر بتاخد ايه مع تصريف الأفعال؟ بتاخد تي، فالتصريف بتاعي يكون ايه؟ شرايبت. حد عملها غير كده؟ لابس تمام، يبقى لما اشوف فير اتصرف بإر، ماليش دعوة بكريم اللي في الإجابة عشان الإجابة ممكن تكون جمع. طيب السؤال اللي بعد كده، فراو يمنى جوتي نوتي. طيب هنا بيسألك على معنى الأفعال، هي ايه نوتي دي؟ نوتي معناها درجات. طيب فراو يمنى بتعمل ايه؟ بتنسى الدرجات، فرجست ينسى، نمت يأخذ بتأخذ الدرجات، ولا جبت يعطي بتعطي درجات؟ فالإجابة هتكون بالمعنى جبت يعطي. حد عملها غير جبت؟ اللي عملها غير لا جبت بس يبقى ترجم نوتي غلط أو مترجمهاش أصلا، خلاص؟ فهنا نوتي درجات اختار معاها جبت. اللي بعده كيندر ونقط مورجن سور شوله. طيب انا عندي هنا في علامة تعجب، معنى كده ان انا في حالة الامر، يبقى لازم احدد الفعل اللي في الاول في الجملة. كيندر كلمة جمع اطفال، يعني هم بالنسبة لي كده ايه؟ انتم ايه. طيب حالة الأمر مع الإير كنت بعمل إيه؟ بصرف فقط مع إير، فأنا عايز أتصرف في الفيرب كومن هيبقى مع إير إيه؟ كومت. اللي استعجل واختار كوم غلط، كوم تختارها مع الدو بس، يعني أنت بتدي أمر لحد مفرد، لكن هنا أنت بتدي أمر الجمع فهتتصرف مع إير أنتم، فهتبقى الإجابة كومت. مين اللي عملها كوم؟ ها حد عملها كوم؟ لا تمام. اللي بعده ماهر شرايبت اوفزاتس، كلمة اوفزاتس معناها مقال، كلمة من الوحدة، كلمة أداتها دير. الكلمة لو أداتها دير وفي فاعل في الجملة اللي هو ماهر، الدير تحول إلى دين، فالإجابة لازم تكون عندك دين، خلاص؟ فكلمة أوف ذاتس هي الحل، كلمة أوف ذاتس كلمة أداتها دير تحول إلى دين. أحمد دي طاشي مت، ماشي، وجايبين الفيرب نيمن، وقلنا الفيرب نيمن من الأفعال الشاذة اللي بيتغير تصريفها عند التصريف مع مين؟ مع الدو وإر وإس وزي. مع الدو يبقى شكله نيمست، ومع إر وإس وزي نمت. طيب انا دلوقتي احمد ده بالنسبه لي ايه؟ بالنسبه لي ار هو، فيبقى ار واس وزي التصريف بتاعي ايه؟ نمت، فتختار نمت اللي متحوله من الايه لاي. تمام، فنيمن لازم اكون حافظ تصريفه اللي هو ياخذ، مت دي معناها مع، فاحمد بياخد الشنطه وخد الشنطه ايه معاه، فلازم نيمن يكون محفوظ. يا ريت ما يكونش حد غلط في تصريف نيمن عشان بيجي في الامتحان.
نمرة زيبن كاتب نيشت داين هاوس اوف جابي سارة، وفي علامة تعجب وفي هنا أمر حالة أمر للمفرد بد أمر لسارة المفرد يعني دو، أنا هدي لها أمر في الدو. طيب عندي الفيرب فرجسن، برضو الفيرب فرجسن من الفيربن اللي هي مالها الشاذة اللي الإي بتاعتها تحول لإي مع مين؟ مع الدو والإر والإس والزي، فلما أجي أصرفه مع الدو هيبقى اسمه فرجست، وصرف مع اير واس وزي فيرجست. طيب في حالة الأمر مع الدو كنت بحذف إيه؟ بحذف الإس تي، فما ينفعش أحذف هنا غير التي بس عشان الإس دي من أصل الفعل، فهتبقى الإجابة فيرجس في حالة الأمر. ففي الحالة دي هتكون الإجابة التانية اللي هي فيرجس اللي فيها إي. تمام؟ حد عنده أي مشكلة يا شباب أصلا في الكلام اللي بيتقال ده؟ شباب اللي عنده مشكلة يقول لي اللي عنده مشكلة في الجزء ده. تمام. فو است ماين لينيال، لينيال يعني مد مسطرة، كلمة طبعا أداتها دس، دس لينيال. فبيقول في است ماين يعني هو المسطره بتاعتي فين؟ اللايدر، كلمه لايدر كلمه مهمه قوي وبتفرق معاك في معنى الجمله، لايدر معناها للاسف، كلمه تدل على النفي. طيب احنا كنا واخدين الادوات بتاعتنا دير وداس ودي ودي ودو، كنا بنسميهم ادوات التعريف. خدنا حاجه اسمها اداه النكره، الدير اداه النكره بتاعتها اين، الدس اين، الدي اين، والجمع ملوش اداة نكرة. طيب خدنا حاجة تانية اسمها اداة نفي النكرة، كاين كاين كايني كايني، الشكل العام بتاع ادوات النكرة وادوات التعريف. طيب هو دلوقتي عاوز يقول لك، واحد بيسأل بيقول فين المسطرة بتاعتي، في حد قال له للأسف here is لينيال، هنا مفيش مسطرة، فهو انا كده بينفي، فبما ان هنفي يبقى انا في القاين، في اللي هي ايه نفي النكرة. طب مفيش عندي غير مين؟ قاين، فهختار قاين نفي على طول. طب ليه اخترت قاين تحديدا؟ عشان انا الكلمة بتاعتي اداتها دس وادات نفي النكرة للدس قاين. الكلام ده بتاع اولى اعدادي اصلا. تمام، فيبقى دير دس دي لي اين 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 زيرو، وكاين كاين كايني كايني، لازم ابقى عارف الترتيب بتاعهم كده وعارف لكل اداه الحاجه بتاعتها. الاجابه هنا كاين بناء على كلمه لايدر للاسف. اخر سؤالين، فاس اير، هنا عاوز التصريف مع اير، فعل لازم من افعال الشاذه لازم يقرا، الاي بتاعته اللي جوه دي تحول لاي اي امتى؟ مع الدو وار واس وزي فقط، يعني بتتحول بس مع هنا بس، يبقى ايه ليست، وهنا تبقى ايه ليست برضه. لكن لما يجي مع اير سؤال زي اللي جالنا اير، انا مش هغير اي حاجه، انا هحط الفيرب تي بس، يعني هحذف الاي ان واحط تي، فيبقى ايه ليست بس، يبقى اير بتاخد ليست، عشان الاير لا تؤثر على الافعال الشاذه، اير انتم لا تؤثر على الافعال الشاذه، تاخد تصريفها العادي اللي هي بتحط لها تي بس في الاخر. فالاجابه هنا هتكون ليست الاولى. السؤال العاشر كان فيه فكره، الفكره بتاعته اللي هو كاتب ليرر زند فرويند ليش اوند نت، كلمه ليرر، كلمه ليرر من الكلمات المهمه اللي هي دير ليرر وجمعها زي مفرده، الجمع بتاعها دي ليرر. طيب كنا خدنا حاجة في أولى إعدادي أو الترم الأول كمان اللي فات، كنا قلنا است وزند، إيه الفرق ما بين است وزند؟ است بتيجي مع المفرد وزند بتيجي مع الجمع. السؤال هنا اللي مش مركز في السؤال هيستعجل يختار دير الإجابة، والإجابة هنا ما ينفعش تبقى دير عشان مكتوب هنا زند،
احنا اتفقنا ان الليرر كلمه من الكلمات اللي مفردها زي جمعها، يعني تاخد بالك منها اول لما تشوفها، ممكن تلاقيها مفرد ممكن تلاقيها جمع. طيب هي هنا حالتها ايه؟ جايه جمع ليه؟ عشان زند، دي زند بتيجي مع الجمع خلاص. فهنا بيقول المدرسين ودودون عند لطفاء، خلاص ولطفاء يعني، فهنا الاجابه هتكون دي مش دير. فبقى ناخد بالنا من تفاصيل اسئله عشان دي اسئله امتحانات يا شباب، فتاخد بالك من كل كلمه مكتوبه في السؤال. فزند هنا تيجي مع الجمع، لو جت است بقى تختار الاجابه ايه؟ دير. طب طالما مكتوبه زند تبقى اختار الاجابه دي جمع. وده كان شيت شامل على الليكسيون كله اصلا، يعني ده على الوحده كامله. تمام، حد عنده اي مشكله؟ لا يا مستر، تمام. الجزء بتاعنا انا هنتكلم عنه النهارده مواقف الشخصية. سؤال المواقف الشخصية اللي بيجي لنا في الامتحان، بيجي لنا موقف حضرتك مطالب تكتب الإجابة أو تختار الإجابة الصح اللي تناسب مع الموقف. طيب في أسئلة أو في أفعال كده لازم أكون حافظها قبل ما أبدأ أشتغل في المواقف، تدونوه لازم تدونوها عندكم أو تاخدوا سكرين ليها بعد ما أكتب الأفعال دي. في فعل اسمه فراجن، فراجن يعني يسأل. الأفعال دي هتشوفها في كل المواقف. فراجن عندي فيرب اسمه انت فورتن، انت فورتن يعني يجيب، يبقى فراجن وانت فورتن. عندي فيرب اسمه فيرشتيهن، فيرشتيهن يعني يفهم. ممكن يسألك في الموقف انت فهمت ايه من الموقف ده. عندي فيرب اسمه زاجن، زاجن يعني يقول. عندي كلمة اسمها ييماند، ييماند معناها شخص ما. الكام كلمة اللي قدامكم دول بيجوا في كل المواقف، فأنا لازم أكون عارف معناهم عشان لما أشوف الموقف يجي لي أبقى فاهم مين اللي بيسأل ومين اللي بيجاوب ومين اللي بيقول. عشان أنت ممكن أنت اللي ترد، ممكن يسألك مين الراجل اللي أنت سألته ده هيرد يقول إيه، فتبقى عارف مين اللي بيتكلم. فهنا فراجن يسأل، أنت فورتن يجيب، فرشتين يفهم، زاجن يقول، وشخص ما يعني ايماند. الكلمات دول مفيش موقف هيخلو من كلمة منهم، لازم يكون في كلمة أو كلمتين منهم في السؤال. طيب إيه بقى هنشتغل إزاي؟ هنشتغل من الجزء ده، دي المواقف اللي علينا الترم ده. دو فايست، فايست فعل فيسن معناه يعرف، ففايست ده الفيرب فيسن اللي هو يعرف الأصل بتاعه فيسن. ادفاس معناها شيء او سينك، نشت انت مش عارف شيء، فلو حد بيقول لك بيسالك على حاجه وانت مش عارف مش عارفها فتقول له ايه؟ كايني انونج. وخدنا رد تاني الترم الاول كان بيقول ايش فايس اس نشت، معناها انا لا اعرف خلاص. فانا كده عندي رد جديد اللي هو كاينو انونج، يعني ما عنديش فكره. كاين انونج ما عنديش فكره. دو كينست، كنست يعني يعرف برضه. طيب ايه الفرق ما بين يعرف هنا ويعرف هنا؟ هو فرق لغوي يعني. فايس يعرف دي معناه يعرف معلومة، لكن كنست دي او كنن يعني الفيرب يعرف معناه يعرف شخص. ده الفرق الجوهري يعني ما بينهم. فايس وكنست الاثنين معناهم يعرف، لكن اللي فوق يعرف معلومة لكن التاني يعرف شخص. فدو كنست في غاو قابل نيشت، هو انت ما تعرفش فراو قابل، فهو راح رد قال اشكيني فراو قابل نيشت، اه انا ما اعرفهاش يعني خلاص. فهو بيقول له انا ما اعرفهاش، فقال له انا ما اعرفهاش برضه. هنا اجابه منطقيه يعني، انت المفروض يجي لك السؤال في الموقف وانت بتجاوب اجابه منطقيه من الاجابات اللي هتجي لك. هيجي لك 3 اجابات، اجابه منهم صح والاثنين غلط. دو فرشتيست، فرشتيست لسه قايلينه من شويه معناه يفهم. الموقف ده بيجي في الامتحان. دو فرشتيست دي اوف جابن نشت، نشت طبعا معناها نوت اللي هي بتنفي الكلام، انت مش فاهم الواجب. فكده بالنسبه لك الواجب ايه؟ دي اوف جابن زند شفير، شفير يعني صعب خلاص. فكده بالنسبه لك دي اوف جابن زند شفير، في حاله لو انت مش فاهم الواجب يبقى الواجب بالنسبه لك صعب. كلمه شفير صفه من الصفات اللي عليك حفظ، فانت لازم عارف شفير اللي هي معناها صعب. دو فندست، فندست يعني تجد،
اين اي دي جوت؟ اي دي يعني فكره، انت شايف الفكره دي جيده؟ هتعبر عن الجمله دي ازاي؟ هتعبر عنها تقول ايش فيندي دي اي دي جوت، خلاص، او تقول كايني شلشتي اي دي. شلشتي يعني السيء، وكايني بتنفي السيء، يبقى ايه الفكره؟ مش سيئه، كايني شلشتي اي دي، خلاص. فهنذاكر الجزء الازرق، الجزء الازرق ده الجديد، الاحمر ده بتاع الترم الاول، الازرق ده الجديد كلمه شلشت. شلشت يعني سيء، صفه، فهو بيلعب هنا على الصفات في المواقف عندكم الترم ده، يعني اللي فوق كانت شبيرة هي صعب، هنا شلشت يعني سيء، فيبقى قايني شلشت اي دي، تمام. طيب هنا بيقول الي، الي معناها الجميع او الكل، الي فرويندي اصدقائك كلهم مالهم لاخن، لاخن يعني يضحك، ده فيرب معناه يضحك. طيب احنا خدنا الصفه بتدل على الاستعجاب او الضحك او الكلام ده، الصفه اللي اسمها ايه؟ كوميش، خلاص. فيقول باس است كوميش، باس است كوميش، ما المضحك؟ فلما كلمه لاخن تشوفها في الموقف لاخن يضحك، اعرف على طول انت هتربطها بمين؟ بكوميش، خلاص. يبقى انت تستخدم لاخن مع كوميش، فده عشان يبقى مفتاح الموقف يعني، تمام. حد عنده مشكله في الجزء ده؟ تمام. انت هتشوف الموقف وتشوف ايه الدلالة عليه اللي يدل على الموقف اللي انت تختار الإجابة بتاعته يعني. طيب اين فرويند استني بونكتليش، كلمة بونكتليش دي مهمة قوي، بونكتليش معناها مواعيده مظبوطة، مواعيده مظبوطة. طب ني يعني ايه؟ ني يعني ابدا، يعني كده بينفي الكلام ده ابدا. فهنا بقول ايفون استني بونكتليش، هو عمر ما كان مواعيده مظبوطه، خلاص. فهو كده معناه بيربط لك بايه؟ بصفه برضه من انت اخدتها، صفه اسمها شبيت، شبيت يعني متاخر. فاقول له ايه؟ دو كومست ايما، ايما يعني دائما، عكس كلمه ني ابدا. ايفون استني بونكتليش، هو مواعيده مش مظبوطه، فانت بتقول له انت بتاتي دائما متاخر جدا، دو كومست ايما تسو شبيت. يبقى انا اربط شبيت بكلمه ايه؟ ني بونكتليش، مش بونكتليش، ني بونكتليش، اللي هو بيبقى مواعيده مش مظبوطه اصلا، خلاص. انا هنا عندي بونكتليش اربطها ايه؟ بشبيت. دي دويتش شتوند، شتوند يعني حصه، دويتش يعني الماني، حصه الالماني تسو اندي. نحفظ بقى المصطلح تسو اندي ده معناه انتهت. طيب الحصه لما بتيجي المفروض بتعمل ايه مع اصحابك؟ يعني المفروض بايه؟ بودعهم. فعندي كلمه الوداع اللي هي ايه؟ اوف فيدر زين. مش لازم تيجي حصه الالماني، اي حصه في الفصل يعني انتهت وخلصت، او المدرسه نفسها خلصت، فبنستخدم المصطلح اللي هو الى اللقاء، اوف فيدر زين، اوف فيدر زين، الى اللقاء. اين فرويند صديق، فيرجست داين بوخ، فيرجست يعني نسى، اين فرويند فيرجست داين بوخ، اللي هو الكتاب بتاعك، داين ده انت ملكك، هو نسى كتابك، فانت ترد تقول له ايه؟ تيجي في الامتحان داس ماخت نشتس، دي معناها ولا يهمك، ولا يهمك يعني نسيت الكتاب بتاع زميلة، فهو يقول لك داس ماخت نشتس، ولا يهمك، او يقول لك كاين بروبليم، كاين بروبليم، مفيش مشكلة. المصطلحين مهمين، واحد فيهم بيجي فبتختار واحدة منهم. ففي حالة ايه؟ لو هو نسى اي حاجة، مش لازم الكتاب بس، يعني صاحبك نسى اي حاجة بتاعتك، فهو بيقول لك انا نسيت الحاجة دي، فانت بترد عليه تقول له داس ماخت نيشتس، او تقول له كاين بروبليم، ايه مفيش مشكلة او ايه، ولا يهمك، تمام. ومهم اول موقف ده. فراقة بالاست مودرن، فراقة بالمودرن حديثة، اوند ايه؟ هومر فول، يعني ايه؟ مرحة. فقال لك زي اس اي في اين فيلم ستار، كانها نجمه سينمائيه، يعني بيقول لك اربط الصفات بتاعتها اللي هي لطيفه ومرحه ديت بكلمه ايه؟ فيلم ستار، اللي هي ايه؟ نجمه سينمائيه. دي جمله اتقالت في كتاب المدرسه يعني، فتبقى ايه؟ على درايه بيها بس، اللي هي حته مودرن وهوم روفر، فتبقى ايه؟ فيلم ستار، اللي هي لطيفه ومرحه، فهي ايه؟ نجمه سينمائيه. طيب بيقول لك انت دو هاست انت نسيت شيء، دو هاست ادفاس فيرجست، انت نسيت حاجه. طيب يعني انت مثلا المدرس بيسالك بيقول لك فين الهيفت بتاعك؟ فو است داين هيفت، فين الهيفت بتاعك؟ فانت ايه بتقول له ايش؟ ايه هابي اس فيرجستن، انا نسيتها.
فانت المفروض تقول له ايه بقى قبل ما تقول له الكلام ده؟ تقول له ايه؟ انشولديجونج معذره، او سوري يعني معذره، انشولديجونج، انشولديجونج يعني معذره. انت لو نسيت حاجه فبترد تقول ايه؟ معذره، او انشولديجونج. ده برضو لو جات لك في موقف. تمام، حد عنده سؤال في الجزء ده؟ نعم. تمام، آخر موقف. دي شولر، دي شولر زند لاوت. كلمة لاوت أنا هستهدف كلمة لاوت معناها الصوت عالي. لاوت كلمة مهمة جدا تيجي في امتحان. دي شولر صوتهم عالي، فأنا عاوز كلمة عكس كلمة لاوت بقى، فأنا هقول لهم إيه؟ من فضلكم هدوء. فروهي عكس لاوت، احنا خدنا الصفة اسمها روش، روش يعني هادئ، روحي دي نفسها الهدوء نفسه، فهنا ده الصفة ده الاسم منها، فروش وروحي معناهم الهدوء، عكسهم ايه؟ كلمة لاوت. فلو التلاميذ او الطلاب صوتهم عالي فانا اقول لهم ايه؟ بيتا روحي، من فضلكم هدوء. لاوت مربوطة بكلمة روحي. طيب السؤال بيجي ازاي؟ السؤال بيجي لك بالشكل ده، بيقول ايه؟ دو فايست ادفاس نشت. انت فايست يعني ايه؟ عارف. انت مش عارف شيء، الرد بتاعك اللي هيكون موجود. حد عارف الإجابة؟ آخر واحد ايوه، اللي هو انه بيقول لك انت مش عارف شيء، فمش هتقول له اليس كلار، كله واضح، اليس يعني كل شيء واضح، ايش فايس اليس انا عارف كل حاجه، ولا معرفش كاين ما اعرفش عنه. ايوه كاين انونج ما عنديش فكره، ما عنديش فكره، فهي دي الاجابه. فيبقى دو فايس بس نشت، نشت هي اللي بتحدد هنا، انت مش عارف حاجه هتقول له كاين انونج. طيب اين فغويد هات داين بوخ فرجسن، صاحبك نسى الكتاب بتاعك، وزكت دير ليرر. ها يعني صاحبك نسى الكتاب، فالمدرس هيقول ايه؟ احنا قلنا لو حد نسى حاجتك المفروض بتدي رد، Does بتقول must nicht اه ده سمختنيش، اللي هو ايه؟ ولا يهمك. ولا يهمك، بتساوي كلمة كاين بروبليم. ده سمخت نشت كتير قوي في الامتحانات، يعني لو حد نسى منك حاجه بتقول ايه؟ تستخدم المصطلح ده سمخت نشت. تمام، نسى معاك كتاب، يا ريت تحل معاك الكلام ده. دو هاست دي ا هاوس اوف جاب نشت جي مخت. جمله معناها ايه اصلا؟ انت كاتب الواجب وجمخت يفعل، جمخت اللي هو الفيرب ماخن يفعل، ده الفيرب الأساسي. ماشي، انت ايه؟ ما عملتش الواجب. طيب ايه الموقف اللي اتقال في الحالة دي؟ يعني انت ما عملتش الواجب، هتقول ده زند دي او هاوس او جابي، هو هنا هو الواجب موجود هنا اهو، يعني انت ما عملتوش فهتقول الواجب موجود، فدي غلط. إيش ماخ دي هاوس اوف جابي اللاين، انا عملت الواجب لوحدي، انت اصلا ما عملتوش، برضه آخر الاجابه واحد دي ده غلط. مين؟ هيفت برجسن. اه إيش هابي ماين هيفت فرجسن، انا نسيت الكراسه بتاعتي. خلاص دي الحجه يعني بتاعت معظم الطلبه، انا ما عملتش الواجب اصلا انا ناسي الكراسه بتاعتي، فاللي هو فاهم هي دي الاجابه اللي تنفع كمنطق يعني. خلاص فهي دي الاجابه اللي تنفع. فانت بتترجم بس، موضوع كل المواقف معتمد على حاجه واحده بس، حفظك الكلمات مش اكتر، ما فيهوش يعني فزلكه، هو انا حافظ الكلمات هجاوب. إيه هنا كاتب الي الجميع او الكل شولر لاخن، كل الطلبه بتضحك. طيب يا واحد كان عندي سؤال، ايه Was المضحك؟ ist komisch؟ اه اللي هو ايه المضحك يعني، اللي ما هو بيضحك. المضحك؟ فهنا باس است كومش، باس است كومش، ما هو المضحك؟ خلاص اين فغويند است ني بونكت ليش، ني هنا معناه زي نشت بالظبط، يعني ني ده هي نشت بتنفي الكلام، هو عمره ما كان مواعيده مظبوطه،
يبقى هو كده بيجي ايه؟ ها بيجي ايه اخر متأخر، دو فانا كومس لازم يعني زوس ايمال سويش اخر بيت. فكلمة شبيت ده هي متأخر، فانا هترجم وهرد على نفسي. يعني انا بقول هنا اين فوينت استني مي، يعني ايه؟ ابدا، هو عمره ما جه ايه في ميعاده مظبوط، يبقى هو دايما ايه بيتأخر. تقول متأخر. تقول معناها رائع، وان انا مرسي بقول له دو بيست، ممكن تليش بقول له انت مواعيدك مظبوطه، هو اصلا ما بيجيش في مواعيد مظبوطه. فانت حتى بالاستبعاد تعمل تراي اند ايرور كده، هتلاقي الايه الاجابات الغلط عدد تطلع لوحدها، والاجابه الصح هي اللي هتفضل. فالاجابه هنا دو كومست ايمر تو ويش بيت، انت دايما بتيجي متاخر. تمام. يقول هنا ما هات هونجر، هونجر يعني جوع، فمعنى كده الجملة ايه؟ اللي ما جعانة. طيب عايزين نشوف الموقف اللي يليق على يعني نشوف الإجابة اللي تليق على الموقف اللي اتقال ده. ما عندها ايه؟ جوع. مش تسدوتي هتعرض عليها شاي، لا فيبقى تاني دي واحدة غلط. مش تسدو اين ساندويتش، اللي هي عاوزة ساندويتش، تنفع كمنطق. نبص على أيوة. التالتة، بس هاست دو هويته، انت عندك ايه النهارده؟ ما لهاش اي علاقه بالموقف، ده مش فتبقى هي سؤال. الاجابه مش تصدق عن ساندوتش، فهي الموقف اللي يليق معاه اللي هي الموقف بيه. دو فريش تيست، فريش تيست يعني افهم، الباب ده لازم نحفظه كويس. دو فريش تيست دي اوف جابي نشت، انت مش فاهم الواجب، مش فاهم. فانا اول ما اشوف نشت انت في كل اللي قبلها، فان انت مش فاهم الواجب يبقى انت عاوز تعمل ايه؟ دي اوف جابي است لايشت، ماشي. كلمه لايشت معناها سهل، الواجب غابة است شهور، الواجب صعب. تمام. يبقى لايشت هنا ابقى عارف بس معنى لايشت، ما لايشت معناها سهل، فهنا لايشت برضه ايه تقول لي اطلع بره هنا مش عاوزك. يعني لو هو سهل انت مش هتبقى فاهمه ليه. ايش مشت كايني اوف جابي، انا مش عاوز واجبات، ملهاش اي علاقه بالموقف. دي اوف جابي است شفير، الواجب صعب، فشفير معناها صعب، فتبقى هي الإجابة دي أو جابي است شفير. يبقى أنت لو مش فاهم الواجب يبقى شفير. طب لو أنت فاهم الواجب تختار إيه بقى؟ لايشت. الواجب سهل تختار السهل، فهي دي تبقى فرق ما بين الصفات وعكسها، الصفة وعكسها مهمة جدا، لايشت وشفير. ماكس فراكت، كلمة فراكت ديت أو الفيرب فراكت اللي قلنا نحفظه بقى مع المواقف، فراكت يعني يسأل، ماكس بيسأل. في است هير هيبر، أول ما تشوف في ده هي جاية مع اسم شخص عارف اللي هو بيسأل هو عامل ازاي يعني، أو ما رأيك فيه يعني، خلاص. فبقول لك في است هير فيبر، كيف يكون هير فيبر؟ زير نت، لطيف جدا، تمشي. اير است نشت، ده هو مش هنا، ملهاش أي علاقة بالسؤال. لو السؤال أجاوب على السؤال ده كده إمتى؟ لو قال فو أين، فأقول له هو هنا، هو موجود هنا، فدي لأ، هو هنا بيسألك على رأيك فيه. إذا است هير فيبر، هنا برضو يكون هير فيبر، برضو ده تسأل عنها فو أين، يا سيرنت فهنا إيه زير نت هي الإجابة، بسأل عنه هو كيف هو يكون، أو هو ما رأيك فيه يعني، فهو لطيف جدا. ماكس فراكت تاني، في است فراو روز، ماشي، برضو بيقول ما رأيك في فراو روز. فهل هنا الإجابة إيش كيني زي نشت؟